طلبوا منها الحكومة كونها هي تاخذنا على جدول كيما عملت الآلية 16. كيفاش أني دخلت مع زميلتي في الآلية 16 فرد وقت زميلتي تسوى وضعيتها واني عليه؟ يا خويا أعطيني حقي، وريني حقي. إحنا الناس خويا ولينا نفهم القانون ولينا نفهم حق. تو الحبيب الصيد المرة اللي فاتت قال باش نقضيو على التشغيل الهش حتىش 2020، تو تخرج حكومة أخرى تقولك ما فماش ما فماش تصويت وضعية، خلاص بعدها هي تجي تصويت وضعية حكومة أخرى تقولك اخرجوا من العمل الأصل. شو معناتها هذا؟ شو معناتها هذا؟ احنا شنو احنا؟ احنا توانسة ولا مانيش توانسة؟